سبع سنوات مرت على إعلان تحرير ليبيا، سنوات استطعم فيها الليبيون الحرية والديمقراطية بعد 42 سنة من تكميم الأفواه وحكم الفرد الواحد. تغيير وضع ليبيا من مسار أو من نظام مستبد إلى نظام ديمقراطي، وقدم الكثير من أبناء هذا الوطن من دماء ومن أموال ومن أنفس رخيصة في سبيل هذا الوطن. صراحة لا يسعني في هذه اللحظات أن نتذكر هؤلاء الرجال، ونطلب من الله العزيز القدير أن يتقبلهم برحمته وأن يجعله في ميزان حسناتهم، وأن نسأل الله أن نمشي على نفس الدرب الذي نضحه من أجله، وهو بناء ليبيا ووحدتها وقوتها أمام هذه التيارات العاصفة التي تعصف بكل الدول العربية والإسلامية. ميدان الشهداء بالزاوية كان شاهداً على مرحلة تاريخية، حيث التحم فيه الثوار مطالبين بتغيير النظام، الأمر الذي جابهته كتائب القذافي بقوة السلاح لتسيل فيه دماء الأحرار قبل تحريره أغسطس 2011. في ذكرى تحرير ليبيا بعد سبع سنوات من الثورة، نقول إن شاء الله نتمنى أن ليبيا تكون أفضل. كنا نطمح أن تكون ليبيا في مصاف الدول خلال هذه الفترة الوجيزة، لكن دائما للظروف اللي كتبت علينا وكتبت على هذا الشعب أنه يتحمل المزيد من المعاناة خلال سبع سنوات، بالإضافة إلى 42 سنة من الظلم والجور، نتمنى أن هالسبع سنين هذه تكون فكرة لإنشاء دولة جديدة تلم الليبيين برغم ظروفهم الصعبة وبرغم كل ما يعانوه من مشاكل في الحياة اليومية. نتمنى أن هالظروف هذه تكون مساعدة ليهم وتكون دفعة للانطلاق نحو ليبيا أفضل، ليبيا يسودها الأمن، تسودها المساواة، وتسودها دولة القانون والمؤسسات. لحظة التحرير هذه لم تنسي ثوار الزاوية ومن معهم ضرورة التوجه لتحرير العاصمة في ملحمة سطرها أبناء الوطن الواحد. حكاية ترويها الشوارع وجدران المباني المحيطة بميدان شهداء الزاوية، ويستذكر الثوار من خلالها جامع الميدان الذي تم تهديمه بالكامل من قبل كتائب القذافي، والذي كان مكانا للاجتماع والتطلع لبناء الدولة المنشودة. طبعا استشهدوا مجموعة من الشباب هنا في ميدان الشهداء في الزاوية عندما صار الضرب هذاك اليوم صباحا، وتم القبض على مجموعة من الكتائب اللي جت، كانت مجموعة تم القبض عليها، ويعني للأمانة تم حجزهم في حجرة كانت هنا في جامع الميدان، وتم ذبحوا على ناسهم أهلهم كانوا من خارج مدينة الزاوية. تعالوا استلموا أولادكم، هذا مرة بجون يضربوا فينا بحديد النار، وهم قتلونا أولادنا وضلنا أولادنا، لك إحنا نبنوا في وطن ونبوا نحر وطن، ولا نريد أن نقتل أبنائنا ونقتل غيرها. تحرير استقبله الليبيون بعد انتصارات متتالية لينهوا فترة حكم الفرد والعائلة. ورغم الألم وما يعيشه المواطن من ضيق للعيش، فإن يوم التحرير يبقى شاهداً وماثلاً في ذكرى وخلد الليبيين. من هنا كانت الانطلاقة لتحرير العاصمة طرابلس بميدان الشهداء بمدينة الزاوية، ليكون الثوار جسراً واصلاً بين الميدانين، يأملون من خلاله ببناء دولة المؤسسات والقانون والحريات. خليل زعميط، لقناة النبأ الفضائية، الزاوية.